لفهم المثل يعني ايه. ساعات يبقى ودنا امثال بس ما تدخلش دماغنا. وهنا هيكلمنا سليمان بقى، العصفورة بتقول درس، ده النملة بتقول دروس، ده الجراد بيقول درس، ده هيطلع لنا دروس من حاجات غريبة جدا. انت بتفهم لما بتشوف حاجة من دول، بتفهم المثل. حادثة زي بتاعت البطرسية، فهمت حاجة؟ خدت لنفسك حاجة ولا صعبوا عليك وخلاص؟ افهم، لأن في أمثال من الحياة وفي أمثال من الطبيعة وفي أمثال من الظروف، كل ده محتاج تستقبل المعنى وتفهم. واللغز، لأنه أحيانا يبقى في ألغاز، مثلا زي لغز مشهور، ليه ربنا يسيب الظالم ويسيب الظلم؟ ليه ربنا يجي عند ناس طيبين ويسمح لهم بآلام، وناس مفتريين وحياتهم سهلة؟ دي ألغاز. ليه طفل يتعذب وراجل كبير مستني الموت مش طايل يموت؟ ايه الألغاز دي؟ في ألغاز كتيرة في الحياة. عارف مين اللي هيحل لك اللغز؟ السفر ده، المذاكرة. لما تفهم ربنا كويس تبقى فاهم معاني كتيرة قوي. لكن الحياة مليانة ألغاز. أقوال الحكماء وغوامضهم، حتى لما تسمع قول من أي شخص تقدر تفرز هو ده بيكلم من ربنا ولا من دماغه. ما هو في ناس تقول كلام شكله كويس، إنما مين قال إن كل كلام شكله كويس من ربنا؟ ما ياما كلام شكله كويس من الشيطان. ما ربنا يسوع حذرنا وقال هيجي أنبياء كذبة هيلبسوا إيه؟ زي الإيه؟ فاكرين؟ زي الحملان، هيبقوا عاملين زي الحمل، وهم من الداخل ذئاب خاطفة. طب احنا عاوزين نعرفهم، يقول من ثمارهم تعرفونهم. لو حكماء هتعرفوهم مش هترتاح، وهتفهم انه ده على طول شغل بطال حتى لو الكلام شكله كويس. زي الشيطان اللي بيحاول يبقى حكيم وقال انت المسيح ابن الله عشان يخلي الناس تمشي وراه، قال له اخرج، كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لانه دول كذابين.